بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم، ولي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم. مساكم الله بالخير أعزائي مشاهدي قناة فدك، وعظم الله أجوركم إن شاء الله، وتقبل الله طاعاتكم في ليلة رمضانية جديدة مباركة إن شاء الله من الليالي الرمضانية. ونلتقي مع سماحة الشيخ ياسر الحبيب ليلقي علينا ورقة بحث، وبعدها إن شاء الله نتقبل والاستفسارات والاتصالات على ورقة البحث التي سوف يطرحها سماحة الشيخ. مساك الله بالخير سماحة الشيخ. مساكم الله بالخيرات، عظم الله أجورنا وأجوركم إن شاء الله، أجركم أعظم سماحة الشيخ. تفضل سماحة الشيخ في ورقة البحث إن شاء الله، وبعدها نتلقى الأسئلة والاستفسارات. أحسنتم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. صلى الله عليك يا مولاي، يا ولي الله الأعظم، يا أمير المؤمنين، يا إمام المتقين علي بن أبي طالب، صلى الله على روحك وبدنك، ولعن الله قاتليك وجاحدي إمامتك. بعض من هذه الأبواق التي تنادي بالنصب والضلالة والمخالفة لأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين، تتعمد أن تلبس الحق بالباطل، وأن تلقي الشبهات، وأن تحجب ما يمكن من الحقائق، حتى تبقى هذه الأمة بعيدة عن ولاية آل محمد الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، حتى تبقى هذه الأمة تعيش الخديعة التي ما زالت تعيشها منذ 14 قرنا، منذ يوم السقيفة، منذ ذلك اليوم الذي انحرفت فيه مسيرة المسلمين، وابتعدوا عن أئمتهم الشرعيين الذين نصبهم الله تبارك وتعالى ونص عليهم رسوله الكريم صلى الله عليه وآله الطاهرين. تطرح بعض هذه الأبواق تحديا مفاده أننا نريد شاهدا واحدا من كلام علي صلوات الله عليه في نهج البلاغة حصرا،
يفيد بأنه يدعي العصمة، أنه وأهل بيته أئمة معصومون، كما نبهنا بالأمس أو في الليلة الماضية أن أساس التحدي على هذا النحو لا يكون علميا أو منهجيا على حسب الأصول العلمية والحجاجية المقرر، ولكن مع هذا نأتي بما يريد هؤلاء عسى ولعل، دون أن نغفل الإشارة إلى ما أشرنا إليه في الليلة الماضية، وهي أن المشكلة عند هؤلاء وهؤلاء، أي هؤلاء الذين يمثلون ما يسمى التسنن، وهؤلاء الذين يمثلون كذلك التشيع وهم مجموعة من المنحرفين لا يمثلون التشيع حقيقة وصدقا، المشكلة عند هؤلاء وهؤلاء هي الجهل وقلة الاطلاع، قلة التدبر، قلة التعمق. وإلا فإن نهج البلاغة فيه كل ما يطلبون، ولكن ماذا نفعل مع أناس طمس الله على عقولهم وقلوبهم وأبصارهم؟ كان التحدي الأول أنه أين قال علي عليه السلام أن محاربيه مرتدون، وقد ذكرنا الدليل على ذلك بالأمس، وهو قوله عليه السلام الصريح عن طلحة والزبير: فكان نقضهما، أي نقضهما بيعتي، فكان نقضهما كردتهما، فجاهدتهما على ذلك. في هذه الليلة نتنزل في الواقع ونجيب القوم إلى ما يطلبون، مع ملاحظة أن الذي نأتي به ليس سوى مثال ننتقيه هكذا على عجل من نهج البلاغة، وإلا الأمثلة كثيرة. الأمثلة على أن عليا صلوات الله عليه يقول بعصمته وبعصمة أهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم، الأمثلة كثيرة من نهج البلاغة ومن غيره، ولكننا إنما نأتي بمثال واحد. ومن كان ذا سعة في العلم واطلاع وخبروية فليأتي وليناقشنا ولننظر ولينظر الجميع أنه هل هذا المثال الذي نأتي به من كلام علي صلوات الله عليه يدل على مطلوبنا أم لا. افتحوا نهج البلاغة الخطبة التي عنوانها هكذا: ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. ماذا يقول الإمام في وصف من آل محمد؟ لاحظوا هنا: هم عيش العلم وموت الجهل. العلم الصحيح إنما يعيش بهم، والجهل يموت بهم. هم عيش العلم وموت الجهل، فلا تجد العلم يعيش إلا بآل محمد صلوات الله عليهم. فإن سألت ماذا نفعل مثلا مع علم أبي حنيفة؟ ألم يعش علم أبي حنيفة؟ يقال لك: نعم، ولكنه ليس العلم الإلهي الشرعي الحقيقي، وإنما ذلك هو العلم الشيطاني. أبو حنيفة شيطان،
مالك بن أنس شيطان، الشافعي شيطان، أحمد بن حنبل شيطان، سفيان الثوري شيطان، الظاهري شيطان، ابن حزم شيطان، هؤلاء الشياطين علومهم علوم شيطانية، ألقى لهم الشيطان ما ألقى، أخذوا ضغثا من الحق وضغثا من الباطل وخلطوه فكونوا أديانا ومذاهب. فالعلم الحقيقي أي العلم الإسلامي العلم الإلهي لا يكون إلا عند هذا البيت، بيت أهل البيت صلوات الله عليهم، هم عيش العلم وموت الجهل، يخبركم حلمهم عن علمهم، لأن العالم حليم، هنالك تلازم بين الصفتين. ولذلك أن تلاحظوا أنبياء الله وهم العلماء بالله كانوا حلماء، الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، الأوصياء كانوا حلماء، يعني هذه الصفة مستمرة فيهم جميعا. رسولنا صلى الله عليه وآله كان سيد الحلماء، هذا معروف ولا يختلف فيه اثنان. فمن تجد فيه هذه الصفة يتحرى فيه العلم، أنه بسبب علمه يلتزم بالحلم. ومن لا تجده حليما اعرف أنه ليس بعالم. لما تجدون مثلا بعضا من هؤلاء القردة على شاشات هذه الفضائيات ويصور نفسه عالما ويتحدث بالمنطق العلمي على ما يوهمكم به، ولكنه تجده بعيدا تماما عن الحلم، بعيدا تماما عن هذه الصفة، يأتيه اتصال فيبدأ بالتفحش وبالكلام البذيء أحيانا، ويتكلم بكلام فيه شيء من القسوة والغلظة والفظاظة، وهكذا تجده يخرج عن طوره لا لمجرد الاتصال فقط، وإنما حين يخاطب أصلا، حين يخاطب الطائفة التي من المفترض أنه يهديها، يعني هو مو يخاطب الشيعة حتى يهديهم، كيف يتعامل معه؟ انظروا كنموذج مثلا إلى عرعور مثلا، شوفوا كيف يتحدث، بأي أسلوب، حليم أم لا؟ أو ذاك الزقنبي كيف يتحدث مع الناس؟ يخبركم حلمهم عن علمهم وصمتهم، أي ويخبركم صمتهم عن حكم منطقهم. إلى ها هنا صفات عامة لآل محمد صلوات الله عليهم. أين مطلوبنا في أن آل محمد معصومون؟ في نفس هذه الخطبة ماذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام؟ يقول لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه. هذه العبارة عبارة صريحة في توصيف عصمة الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. لا يخالفون الحق، هل هنالك عبارة أصرح من هذه في وصف العصمة؟ ما معنى العصمة أساسا؟ تلك الملكة التي تمنع صاحبها من مخالفة الحق. هنا الإمام عليه السلام ينفي على الإطلاق أن يخالف أحد من الأئمة من آل محمد عليهم السلام الحق، ينفي ذلك، يقول لا يخالفون الحق في كل زمان، في كل آن، في كل موقف، لا يخالفون الحق، فهم يدورون مع الحق حيثما دار
وتلك هي العصمة. لا يمكن أن نقول أنهم يذنبون، لأن الذنب خلاف الحق، وهم لا يخالفون الحق. لا يمكن أن نقول إنهم يخطئون، خطأ خطأ، لأن الخطأ خلاف الحق. لا يقول عاقل بأن الحق في الخطأ، لا، إما حق وإما خطأ، الخطأ لا يجتمع مع الحق. نعم، إن كان خطأك من غير عمد كخطأك في الاجتهاد فهذا معذر لك، خطأك هذا حيث أنك لست بعامد فإن الله عز وجل يرفع عنك العقاب، لأن خطأك لم يكن خطأ تعمديا، لم تقصد أن تخطئ الحق، أن لا تبلغ الحق، وإنما هذا ما وصلت إليه باجتهادك وبحسب فكرك. هنا الله عز وجل يعذرك، ولكن لا يسمى خطأك هذا حقا، لا يكون عند الله حقا، وإنما هو خلاف الحق. نعم، كل ما هنالك أنه لا عقاب عليك، هذا يفترق عما لو قلنا أن رجلا هو لا يخالف الحق أبدا، معنى ذلك أنه معصوم. الآن هل يتمكن أحدنا أن يقول أن أحدا من المراجع مثلا لا يخالف الحق؟ حتى المرجع نفسه يقول لا. تسأله هاي فتاواك الموجودة الآن في الرسالة العملية كلها حق؟ يقول لا، فيها الحق وفيها ما هو خطأ، لكني لا أعرف أكثر من هذا. حتما ينكشف في يوم القيامة أن بعض تلك الفتاوى خطأ، ولكن خطأ من باب الاجتهاد. هذا مبلغ علمي، هذا مبلغ تحقيقي في الأدلة الشرعية. إلهي، لم يكن ذلك، لم يأتي مني أكثر من هذا، فالله عز وجل يرفع عنه العقاب بذلك، لأنه يعلم أن نيته نية صادقة، حاول أن يصل إلى الحق لكنه أخطأه غير متعمد. حديث الرفع المروي عن نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله يرفع العقاب عن المخطئ وعن الساهي وعن النائم حتى يفيق وما إلى هنالك، وعن المضطر إلى آخره. هنا أمير المؤمنين عليه السلام يصف آل محمد، يقول لا يخالفون الحق، أن محال تجد أن يصدر منهم قول أو فعل فيه مخالفة الحق، فإذا حتى الخطأ منفي عنهم، فضلا عن الضلال، فضلا عن الإثم، الخطأ بما هو خطأ منفي عنهم، بل حتى السهو هنا منفي عنهم. لماذا؟ لأن السهو كذلك لا يسمى حقا، فإذا سهوا وقلنا بإمكان صدور السهو منهم، هذا على التحقيق وفيه تفصيل كلامي طويل، أنه يمكن أن يسهو، هذا يخالف كلام أمير المؤمنين عليه السلام في قوله لا يخالفون الحق. محال أن يطلق أمير المؤمنين عليه السلام عبارته هكذا على سبيل الإطلاق، يقول لا يخالفون الحق أبدا، محال، فمعنى ذلك أنه منفي عنهم كل ما هو يخالف الحق، حتى السهو، حتى النسيان، لأن النسيان إذا نسي حكما مثلا فنسيانه هذا يجعله يخالف الحق، يخالف ذلك الحكم، إما أن يعطي حكما آخر مخالفا،
وإما أن يصمت فيوقع الإنسان الذي يطلب هذه المسألة الذي يطلب الحق في هذه المسألة، هذا السائل يوقعه في مخالفة الحق. فإذن على كل الفروض لا يمكن أن يخالف الحق، وما هذا إلا عين العصمة، لا يخالفون الحق. ثم ولا يختلفون فيه. هنا الإمام عليه السلام ينفي أنهم يجتهدون للتوصل إلى الحق، لا يجتهدون. من قال إن أئمتنا عليهم السلام مجتهدون؟ أصلا المجتهد إنما يكون مجتهدا لأنه لا يعرف وجه الحق تماما فيجتهد للوصول إلى الحق. أما أئمة أهل البيت عليهم السلام المعصومون فالحق بيدهم لأن عندهم اتصال بالسماء، فلا يحتاجوا إلى أن يجتهدوا، ليسوا بحاجة إلى ذلك. وحيث أنهم لا يجتهدون فلا يختلفون، لا يختلفون في الحق أنه أي من هذه الأفراد هو الحق. الآن المراجع مثلا العلماء تجدهم يختلفون، يختلفون في الحق، فقيه يقول الحكم في المسألة كذا، فقيه آخر يقول الحكم في المسألة كذا، يختلفون. اختلف هؤلاء في ماذا؟ في الحق. أما أئمة أهل البيت عليهم السلام ما يختلفون في الحق، وهذا من أبلغ العبارة في وصف وتوصيف العصمة، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه. هم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام. ما معنى قوله عليه السلام ولائج الاعتصام؟ الولائج جمع الوليجة، وهو ما يدخل فيه الإنسان، مثلا الكهف مثلا يسمى وليجة، لماذا؟ لأنه يدخل فيه الإنسان حتى يحتمي مثلا من المطر، من عوامل الطقس، من السباع الضارية، من أي يكن، هذا يسمى وليجة. هذا الذي يدخل فيه الإنسان يسمى وليجة. زين، الإمام عليه السلام يقول آل محمد ماذا؟ ولائج الاعتصام، من يريد أن يعتصم، يعني من يريد أنه هو يقترب إلى العصمة، يقترب من أن لا يخالف الحق، يقترب من أن لا يخالف الحق، هذا الإنسان، هذا المكلف، فإنه عليه أن يذهب إلى هذا الباب، يدخل هذا المدخل، باب أهل البيت عليهم السلام، ولائج الاعتصام. فأهل البيت ليسوا فقط معصومين، وإنما من يلتحق بهم يعصم نفسه، يعصم نفسه من الذنب، من مخالفة الحق، على قدر ما هو يجتهد في الاقتراب منهم صلوات الله عليهم والأخذ بحجزتهم. فهل يراد منا أن نأتي بعبارة أصرح من هذه في العصمة؟ هذه العبارة إنما هي عين العصمة، بل إن قوله عليه السلام ولائج الاعتصام، هذه كلمة الاعتصام من نفس مادة العصمة، عصم يعصم اعتصاما عصمة. أعيد العبارة، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه، هم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام، بهم عاد الحق في نصابه. بآل محمد عليهم السلام عاد الحق إلى أين؟ إلى نصابه، في نصابه وضع الحق. إذن قبل ذلك ماذا؟
هنا يعرض أمير المؤمنين عليه السلام بمن؟ بأبي بكر وعمر وعثمان من الحكام غير الشرعيين، لأن هؤلاء كانوا يدعون الحق ولكن الحق لم يكن في نصابه. الحق إنما يكون في نصابه حين يعاد إلى آل محمد ويرجع إليهم، فبهم عاد الحق في نصابه وانزاح الباطل عن مقامه. الباطل الذي كان مقاما انزاح، زال. متى؟ لما تولى آل محمد عليهم السلام، أي لما جاء علي عليه السلام وحكم انزاح الباطل، زال. بهم عاد الحق في نصابه وانزاح الباطل عن مقامه وانقطع لسانه عن منبته. صوت الباطل انقطع، انقطع من المنبت، لسان الباطل من المنبت، من أصله انقطع. عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية. هذه العبارة تشير إلى العلم اللدني لأهل بيت العصمة صلوات الله عليهم. بقية العلوم أو بقية الأفراد إنما يكتسبون العلم ماذا؟ اكتسابا بالرواية وبالسماع، يسمعون حدثني فلان عن فلان عن فلان، فيكتسب العلم بهذه الطريقة بسماعه. أئمة أهل البيت ليسوا هكذا، علمهم لدني من الله تبارك وتعالى، نعم، عبر مجرى النبي والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، وكلهم نور واحد. فالعلم عندهم مستقر، قد وعوه وماذا؟ ورعوه. عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية، ملاحظين للدين، مراعين له، ملاحظين له، لا عقل سماع ورواية. ما يحتاجون إلى أن يسمع من فلان وفلان ويروي عن فلان عن فلان. فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل، قليل هؤلاء الذين هم من هذا الصنف. فهذه الخطبة الشريفة التي عنوانها في نهج البلاغة ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها آل محمد صلى الله عليه وآله، خطبة صريحة في أن علي عليه الصلاة والسلام يقول بعصمته وعصمة آل محمد، وهم ها هنا الأئمة منهم، وهذا أمر واضح. ثم إن في واقع الأمر لو تأملنا وتدبرنا في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله عليه نجدها تنسجم انسجاما كليا مع ما جاء عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أصلا المفردات عادة تكون نفس المفردات. هنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه، مما يجانس هذه العبارة قول النبي صلى الله عليه وآله المشهور المستفيض، والذي رواه العدو كذلك في مصادره، على سبيل المثال رواه أحمد بن حنبل في مسنده، الطبراني في معجمه وغيرهما، الحاكم النيسابوري رواه في مستدركه المستدرك على الصحيحين ونص على صحة هذا الحديث، والذي يقول فيه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي. ما معنى ذلك؟ أن عليا لا يخالف الحق، هذه عبارة أخرى تؤدي إلى نفس هذا المعنى، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه. علي دائما مع الحق، إذن علي معصوم، والحق دائما مع علي، إذن علي معصوم.
والرواية صحيحة. ومهما اجتهد أئمة أهل الخلاف إلى اليوم أنهم يضعفوا من هذه الرواية ما استطاعوا. ما استطاعوا أن يضعفوا من هذه الرواية. ما استطاعوا أن يسقطوها عن الاعتبار. لأنها مشهورة مستفيضة. رووها هم بأنفسهم بطرق صحيحة. ولكن النصب الذي استشرى في قلوبهم يجعل أكبادهم تتلظى حين تسمع حديثا شريفا عن النبي صلى الله عليه وآله في إثبات عصمة علي صلوات الله عليه أو إثبات إمامته. لا يحتمل هذا الكلام، لا يحتملونه، ويبدأون بإما التشكيك في صدوره والطعن في سنده، وإما الطعن في معناه ومتنه وتأويله. هذا ديدنه. فمع كل هذا الظهور، مع كل هذا الوضوح، أصلا كتاب الله نطق بعصمة علي عليه السلام في آيات، منها آية التطهير، آية المباهلة، آية الولاية، كلها لو تدبر فيها الإنسان جيدا يعلم بأنه هذه الآيات تشير إلى العصمة. مثلا ويطهركم تطهيرا، يذهب عنكم الرجس. الرجس كل ما هو خلاف الحق يسمى رجسا في واقع الأمر. كل ما هو خلاف الحق هو من الرجس بلا خلاف، وهذا الرجس قد نفاه الله عز وجل عن أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم، فإذا هم معصومون. على أي حال، الخصم كان يطلب الدليل من نهج البلاغة، والأدلة كثيرة كما بينا، إنما هذا أمر ننتقيه هكذا حتى نلقم هؤلاء أحجارا، نلقمهم هكذا في أفواههم بعض الأحجار في هذه الليالي. أيظن هؤلاء أن باستطاعتهم أن يخادعوا الناس ويبقوهم في هذه الخديعة أكثر من هذا؟ يدعون بأنه ماكو في نهج البلاغة ما يدل على أن عليا كان يرى في نفسه العصمة، وها هو موجود، ولكن على قلوب أقفالها. تفضلوا. دام فضلك، طيب الله أنفاسكم على هذه ورقة البحث الجيدة إن شاء الله، ويا ليت الإخوان اللي ناظرون في هذه القنوات المشبوهة يتعظون ويأخذون هذه البحوث ويحتجون فيها على الخصم. ناخذ اتصال من الأخ عاطف من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ، حياك الله، تفضل. انقطع البث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حول القناة المستقبلية وهي في لندن. نعم. فملاحظة شرونا من جميع إفريقيا له إيديولوجية في التدليس. أنا تبعته منذ 4 رمضان، أتتبعه بالدفاع حول ما يقول وحول ديوك ما عدا واحد منهم، وهو الذي تولى في شهر القطار، لأنه كان يمثل تهديدا على الطابو الذي بناه منذ 14 قرن، وهو من الذين دخل عليهم عن طريق الجزئيين الأمويين الذي استغلقوا أمتنا البربر. ولهذا إنه يحرم علينا معه والتكلم معه، ويرى أن يختار مجموعة من البترية الذين ينسبونه وينسبون تيولوجيا
الولايه طول البراءه، وهم يحذفون اللعنة ويشكرون ما يزعمونه من الخطأ، لعنهم الله أجمعين. من كان يشهد براية علي محمد عليه السلام وهو متقفا في هذا الميدان، فعليه أن يعترف بهذه الولاية لأنهم مصير محسومة. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الله أنفاسك أخ عاطف، ونشكرك على مداخلتك القيمة، ونشكرك كذلك على توضيح اللهجة حيث أنها توصل للمشاهدين أجمعين. بارك الله فيك وتقبل الله أعمالكم إن شاء الله. الأخ سمير من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي للأخ عبد الله الفلاف ولسماحة السيد لسماحة الشيخ ياسر الحبيب. الله يحييك وتقبل الله أعمالكم إن شاء الله. وأعمالكم. أنا في الحقيقة من المتصلين الجدد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنيئا لك. تطلب مني الأمر حوالي 3 سنوات من البحث والتنقيب والسهر الليالي الطويلة مع الانترنت لاستجلاب الكتب ومعرفة الحقيقة. وكم كانت يعني دهشتي حينما توصلت لهذه الحقائق، علما بان علماء يعني علماؤنا علماء السنة والجماعة يعلمون كل هذه الحقائق ومع ذلك يتكتمون عليها. فهذا يعني شيء غريب جدا، وكأنهم يعني يفضلون نصرة المذهب على نصرة الدين ونصرة الإسلام. وهذا ولا أعلم هل وليهم والله أم وليهم هو المذهب، فهذا شيء غريب. بارك الله فيك أخوي سمير. ثانيا سؤالي لسماحة الشيخ، وأنا أقدره جيدا جدا جدا لما تتضمنه بحوثه من طروحات علمية ومنطقية، ولكن حبذا سماحة الشيخ لو يزيد قليلا في موضوعيته، وحتى أنه حتى أعداء هذا الدين يعني لو يذكر لهم فضائلهم ماذا سوف يقع. هم أخطأوا هذا لا شك فيه، لكن لمزيد من المصداقية ولكي تتمتع دائما هذه القناة بالمصداقية، فما يضرنا لو ذكرنا لهم ولو بعض فضائلهم حتى لو كانت لا تزيدهم فضلا ولا شيئا، لكن هذا يجعلنا نحس بمصداقية القناة أكثر وأكثر. وسؤالي الثاني مثل شنو لو سمحت أخ سمير اللي تقصد فضائلهم؟ نعم مثل شنو يعني مثل ماذا؟ يعني كيفما كان الحال هما كانوا يعني يصلون ولو أن صلاتهم بدعية وبالتكفير وبهذه المسائل، إنما لا ننكر بعض المسائل ثابتة جدا لكي لا نجعل الناس يفقدون الثقة في قناتكم الموقرة. أحسن سؤالك الثاني. نحن نعلم أنهم قاموا بأشياء خطيرة جدا في الإسلام، وهذا شيء يعني ثابت وغير مقبول، وأجد أنه قد يوصلهم إلى التكفير وربما أوصلهم إليه، إنما هذا رأيي والله أعلم. إن كنت أحسنت أخ سمير، يعني مصيبا عبلا. أحسنت. أما السؤال الثاني لسماحة الشيخ، فحبذا لو يرشدنا إلى أكثر المصادر السنية يعني قربا من الحقيقة. طبيعة الحال هناك صحاح 6 أو أكثر من ذلك، فما رأي الشيخ ما هي الصحاح التي يرى على أنها أقرب ما يكون إلى الحقيقة وليس فيها نصب كثير أو إسرائيليات كثيرة جدا؟ نعم. وشكرا جزيلا. حياك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثبتكم الله على القول الثابت إن شاء الله في الدنيا والآخرة يا أخ سمير. ونشكرك على سؤالك وهنيئا لك الاستبصار. وناخذ محمد من بريطانيا، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم الشيخ، عليكم عظم السلام، الله أجوركم. عظم الله أجرنا وأجرك إن شاء الله، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. الله يسلمك أخ عبد الله. عندي سؤال للشيخ، ممكن أعرف بأي مصدر مذكور هلاك عائشة لعنة الله عليها؟ هذا السؤال. نعم، هذا السؤال الأول أخ عبد الله. نعم. السؤال الثاني، ممكن الشيخ يبين لنا بأي كتب من كتب الشيعة مذكور أبو الأولى سلام اللي قتل عمر لعنة الله عليه، بأي كتب موجودة عندنا وبأي مصادر؟ لأن في ناس تشكل من الشيعة للأسف، يقولون إنه أبو الأولى ما قتل عمر، وذاك الزمان ما كان في إيران شيعة ومن هالأشياء. الله يسلمك. إن شاء الله إن شاء الله. سؤالين راح يتحولون لسماحة الشيخ بعد ما ناخذ اتصالات الإخوان، منهم الأخ عبد الله من البحرين. السلام عليكم. السلام عليكم أخ عبد الله، عليكم السلام، حياك الله، تفضل. أخوي بس عندي اقتراح بخصوص تخصيص حلقات خاصة يعني للنقاش عن الشخصيات المعاصرة، نعم، يعني وطرح الأسئلة عنها، نعم، يعني ما تاخذ وقت يعني، فلو تخصصون لها حلقات خاصة يعني يكون أفضل. نعم. سؤال الشيخ، تفضل. وما معنى الفتنة؟ ومتى وكيف يمكن أن تحدث؟ وشكرا. أحسنت، شكر لله، بارك الله فيك. نوجه سؤال إن شاء الله لسماحة الشيخ. ناخذ اتصال من عبد الزهرة. عبد الزهرة من الكويت. عبد الزهرة السلام عليكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. والدنا وأمير قلوبنا علي بن أبي طالب عليه السلام، عظم الله أجركم، وقدم تعزيتي إلى صاحب الزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، أجل. وإليكم يا أنصار آل محمد. بغيت بس أربع أسئلة أسألهم سماحة الشيخ ياسر الحبيب الله يحفظه. في البداية، اختلاف الفقهاء في تحديد الأعلمية بين المراجع، يعني كيف نحقق الأعلمية؟ ما هو معنى الأعلمية؟ ويعني باقي هذه الجوانب. والسؤال الثاني، في فكرة المجدد الشيرازي قدس الله سره، ابدأ اللاعن في الإسلام، وما يترتب عليه من إلغاء الشدة على الكفار للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذا يجعلنا نكذب على الأقل أكثر من 50 رواية. نعم. والاستفسار الثالث عن مسألة جاوب عليها سماحة الشيخ ياسر الحبيب في موقع القطرة، سأله أحد الأشخاص عن ما رأيه في عالم السيطنية وكتبه. لو سمحت ممكن تعيد السؤال الثالث؟ استفسار بسيط عن جواب سماحة الشيخ في موقع القطرة، عن أحد الأشخاص سأله عن كتب عالم سبيط النيلي فأجاب بالسلب نوعا ما، مع العلم أن يعني كتب عالم سبيط النيلي اللي ضد الفلسفة واللي في أصل الخلق يعني ولائية جدا ونظرات جميلة جدا يأخذها من القرآن، يعني حتى في كتاب عند شهاب الثاقب في الرد على أحمد الكاتب يذكر جرائم أم الجمل عائشة لعنة الله عليها. نعم. شكل جميل جدا. سؤالك الرابع لو سمحت. والسؤال الأخير، في ظاهرة جديدة في الكويت موجودة وهي تبيان، هذه ظاهرة جديدة لاستنباط الأحكام، ما أدري إذا الشيخ عنده اطلاع إلى هذه الظاهرة ولا لا، نبي نعم. نشوف رأيه في هذا الموضوع إن شاء الله. أحسنت. ناخذ اتصال من الأخ محمد جواد من إيران. صار في مشكلة في البث مال في الاتصال مال الأخ. عفوا. يعني طبعا أنا بقول الأخ عبد الزهرة سؤالك الثالث ما راح أحوله لسماحة الشيخ، عندنا إحنا بهذا البرنامج الأسئلة عن الشخصيات تتحول إلى موضع موقع القطرة عفوا. ف
يا حبذا ان اذا شفت السؤال موقع القطره تجاوب على تدز الاستشكال على موقع القطره ونجاوبك ان شاء الله. ناخذ محمد جواد من ايران، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله شلونك وبركاته. شلونك يا عبد الله؟ حياك الله حبيبي، طاب لونك. سلام من حضره الشيخ. حياك الله. وعظم الله لكم الاجر. عفوا، اجرنا واجرك، حياك الله. سؤالي لحضره الشيخ السلام في عقيده كاتب. الجماعه البكريه عندهم عقيده بان في بيعه الرضوان قد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. هناك بعقيدتهم بان الله قد رضي على الصحابه باجمعهم. فسؤالي للشيخ، هل من الذين خرجوا على الإمام علي عليه السلام في حرب النهروان منهم من كانوا في بيعة الرضوان؟ إذا يقدر يسمينا إسامي. نعم. وأيضا أريد أقول للشيخ، أقول له يا هاي ما أدل على رد هاي العقيدة البكرية. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نحول سؤالك بعد ما نأخذ اتصال من الأخ أبو حسنين من العراق. انقطع الاتصال. إخواني توقفون الاتصالات ولا تبون تأخذون؟ إذا مرة واحدة. إذا أوكي، إذا تبون تأخذون اتصال بعدين حتى نجاوبه مرة واحدة. نعم. نجاوب ولا؟ يلا مو مشكلة، تفضل. السلام عليكم. اهلا. السلام عليكم اخ عبد الله. وعليكم السلام، من معاي لو سمحت لان الاخوان. ابو حسن من الجزائر. ابو حسن، ونعم حياك الله اخوي ابو حسن. حياك الله. السلام عليكم وعلى الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اريد اضيف على ما جاء به فضيله الشيخ. في اية التطهير فيها كل الجواب الى اطلاق التي تنقر عصمه اهل البيت. لو جاءت في الآية أنه إنما يريد الله أن يذهب منكم، يعني نفهم أن أهل البيت يمكن أن يكون فيهم الرجس، يعني حاشاهم أن يكون فيهم الرجس. فقال عنكم الرجس، يعني الرجس لا يلحقهم، لا يقترب منهم. فإذا ما هذا هو يعني العصمة، لا مش ممكن الرجس أن يقترب منهم. فهذا أكبر جواب يعني لهذه الأبواق على حسب يعني مفهومي البسيط. أحسنت، بارك الله فيك أخو حسن. وعندي سؤال سؤال إذا كان ممكن. تفضل. ألو. تفضل أخوي أبو حسن. يزيد فضلك، شكرا. في حديث لم يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة، أظن إنه من أبي هريرة. أريد أعرف إن هل جاء هذا الحديث قبل واقعة الجمل أو بعد واقعة الجمل؟ نعم. إذا كان جاء بعد واقعة الجمل نفهم أن أبو هريرة يعني يريد أن يجامل أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأنه إنسان منتهز انتهازي. نعم. هل هذا صحيح؟ شكرا. أحسنت، بارك الله فيك. إخوان نبدأ ناخذ نجاوب على الأسئلة. سماحة الشيخ، الأخ سمير من المغرب عنده اقتراح أنه يقول في طرحكم لو تذكرون بعض فضائل البكرية حتى يجعل قناتنا أكثر مصداقية، يريد أن نضيف القليل من فضائلهم. طبعا أنا ما أعرف ما هي فضائلهم بالضبط، لأنه قال أنهم يصلون، بعدين قال أن الصلاة مالتهم فيها إشكال، فحولت الاقتراح لك، وأنتم تفضلوا سماحة الشيخ تجيبون على هذا الاقتراح إن شاء الله. قاله على أنه يطلب منا أن نذكر بعض من فضائل الطائفة البكرية، وإنما لعلي فهمت من سؤاله أنه يقصد أنه نذكر فضائل مؤسسي هذه الطائفة كأبي بكر وعمر وعثمان ومن أشبه، وكان يقول أنه وإن كانوا ارتكبوا جرائم خطيرة تصل إلى حد تكفيرهم، إلا أنه حتى لنحافظ على شيء من الموضوعية لا بأس بذكر هذه الفضائل.
أقول للأخ الكريم أنه نحن إذا تأملنا حقا في سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة، هؤلاء الذين سميتهم بالذات، لا نجد فيها فضائل. ومعلوم أنه إنما الأعمال بالنيات، وأنه حتى ما قد يمكن أن يتصنع مثلا، لنفرض من الجهاد مثلا في سبيل الله تعالى، أو مثلا من معاونة الإسلام أو معاونة النبي صلى الله عليه وآله، أو الذب عنه مثلا، إن كانت النية فيه نية النفاق أو نية الطمع، فإن ذلك لا يعد فضيلة. على أنه معلوم لديك ولدينا ولدى كل باحث منصف في التاريخ أنه لم يصح لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان مثلا أنهم قد جاهدوا جهادا حقيقيا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، لم يقتلوا إنسانا من المشركين، وإنما كانت طبيعتهم طبيعة يعني الفرارين الجبناء الذين يفرون. عائشة كذلك تاريخها كان تاريخا أسود مليء بالمؤامرات والتظاهر على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني تركت بيت النبي صلى الله عليه وآله محلا للشجار وللمشاكل ولعدم الاستقرار، وهذا أثر كثيرا على نفسية النبي صلى الله عليه وآله. فنحن منصفون إن شاء الله، يعني إذا وجدنا فضيلة وإن لم نعتبرها فضيلة فإنا نذكرها في الجريان. يعني على سبيل المثال هذا أمر ذكرته سابقا، أن عائشة كانت امرأة فصيحة، كان عندها فصاحة، وهذا يمكنك أن تتلمسه في خطبها مثلا. هي أساسا لم تستطع أن تجيش الجيوش ضد أمير المؤمنين عليه السلام إلا لما كانت تتمتع به من لسان طلق مؤثر، وهذه خطبها تتمكن من أن تلاحظها، وفيها مسحة واضحة من الفصاحة بل حتى البلاغ. لكن ذلك لا نعتبره على حسب الموازين الإسلامية مثلا فضيلة. أما مثلا الزبير الذي هو في عقيدتنا في النار كذلك، لكن الحق والإنصاف أن الرجل كان له فضائل وإن أحبطها، وإن أحبط كل ذلك بسوء خاتمته بانقلابه على أمير المؤمنين صلوات الله عليه فيما بعد. بالفعل الزبير كان يجاهد جهادا حقيقيا قويا في حروب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان ينافح عن النبي، وكان ينافح عن أمير المؤمنين والزهراء صلوات الله عليهم جميعا. وحتى أن هذا الرجل حين وقع الهجوم البكري العمري على دار الزهراء البتول صلوات الله عليها قاوم، تذكر كتب التاريخ أنه كان من جملة الذين سلوا السيف، وأمر عمر بأن يعني يؤتى من خلفه ويضرب بحجر، فسقط مغشيا عليه، ضربه خالد بن الوليد على ما ببالي بحجر ثقيل على رأسه من الخلف، فسقط السيف من بين يديه، وقال عمر دونكم الكلب. هكذا، هذا موجود في كتب التاريخ بإمكانك أن تلاحظه. فلا يجرمن شنآن الزبير على ألا نعدل، لا، إنما نقول بالفعل الرجل كان له شيء من الفضائل ولكنها أحبطت لا شك فيما بعد. فنحن إن شاء الله ملتفتين إلى ذلك أو ملتفتون إلى ذلك، وإن شاء الله التوصية في محلها. ولكن الآخرون فعلا يعني حينما نرجع إلى تاريخ أبي بكر عمر عائشة ومن أشبه لا نجد فيها فضيلة تستقر. نعم أحسنت، بارك الله فيك سماحة الشيخ. وكان عنده سؤال أو طلب أن ترشده لأكثر المصادر البكرية قربا من الحقيقة، ويا حبذا لو تكون من الصحاح التي لا يكون فيها نصب لأهل البيت سلام الله عليه.
يعني لا يخفى أنه ليس هنالك مصدر واحد من حيث المجموع نتمكن من أن نقول أنه أقرب إلى الحقيقة من مصادر الطائفة البكرية في الحديث، ولكن يمكن لنا أن نلاحظ هكذا أنه بعض تلك المصادر فيها ما لم تخفه المصادر الأخرى، أي أن فيها ما هو يعني أقرب إلى الحق أكثر مما في المصادر الأخرى، لا من ناحية المجموع، لأنه قد تجد مثلا حديثا في البخاري لا تجده أصلا في المصادر الأخرى وهو حديث قريب جدا إلى الحق. ولكن هكذا يعني نقول أنه يمكنك أن تلاحظ مسند أحمد ومستدرك الحاكم وفضائل الصحابة لأحمد، كذلك أحمد بن حنبل، هذه المصادر إن تأملت فيها تجد فيها كثيرا من الأحاديث التي يعني هي بمجموعها أكثر مما أخرجه الآخرون كل على حدة في بيان الحق وعدم التعتيم عليه. فهذه المصادر على ما ببالي هي يمكن أن تفيد في هذا الجانب. نعم سمعت الشيخ، الأخ محمد من بريطانيا كان عنده سؤالين أجمعهم مرة واحدة وطبعا ألقيهم إن شاء الله عليك وتجاوبهم بالتبع. السؤال الأول: بأي مصدر مذكور قصة هلاك عائشة؟ و السؤال الثاني: أي كتب ذكرت فيها أن أبو لؤلؤة قتل عمر؟ لأن بعض الناس يشكلون أن أبو لؤلؤة كان من إيران وإيران لم يكن فيها شيعة، فهل فعلا أبو لؤلؤة هو الذي قتل عمر؟ بأي كتب مذكورة؟ والسؤال الأول قصة هلاك عائشة. أما بالنسبة للسؤال الأول فإن كان يقصد مجرد هلاكها فهذا ذكرته جميع كتب السير والتاريخ، يعني يرجع مثلا إلى تاريخ الطبري، إلى تاريخ ابن الأثير، يرجع إلى مثلا التراجم كالإصابة مثلا لابن حجر، أسد الغابة لابن الأثير، وما أشبه الاستيعاب لابن عبد البر مثلا، حتى الطبقات الكبرى لابن سعد، هذه كلها ذكرت أنه عائشة ماتت في يوم كذا وصلى عليها فلان اللي هو أبو هريرة، وكان يوم عيد أو كأنه أشبه بيوم عيد كان من كثرة اجتماع النساء إلى ما هنالك. أما إذا كان يقصد هذه القصة الخاصة التي تروى وتذكر من أنه معاوية يعني هو الذي دبر غيلة قتل عائشة بأن استدعاها إليه وحفر لها حفيرة في وسط الطريق وأركبها حمارا وجعل في تلك الحفيرة رماحا مسنونة يعني باتجاه الأعلى، فهذه مشت دون أن تدري مع حمارها وكانت الحفيرة مغطاة بشيء من السعف أو ما أشبه عليه الرمل، فلم تستشعر ماذا جرى، فمرت هناك وسقطت هي والحمار وقتلا هناك. إن كان يقصد هذه القصة بالذات فهي مذكورة على ما يبالي في كتاب الصراط المستقيم للنباطي العاملي، ولكن لا يخفى على الأخ الكريم والإخوة الأكارم أنه أنا سبق مني التنبيه إلى أني لا ألتزم بهذه القصة ولا أجدها قوية، لا أجد هذه الرواية قوية، وإنما أميل إلى أن عائشة ماتت حتف أنفها وأن هذا الذي يروى ليس صحيح. أما بالنسبة إلى السؤال الآخر عن شأن أبي لؤلؤة رضوان الله تعالى عليه، ف أولا إن الجميع متفقون يعني الشيعة وغير الشيعة على أن أبا لؤلؤة هو الذي قتل عمر بن الخطاب، لا أحد أصلا يشكك في ذلك، يعني هذا أمر متفق عليه، إنما الاختلاف في أن الرجل هل هو كان
مسلما أم كان مجوسيا أم كان نصرانيا، الاختلاف في هذه النقطة في الواقع. وإلا مسألة أنه أبو لؤلؤ قتل عمر، هذه كل كتب السير تذكر ذلك، كل الكتب لدى كل الفرق. ولكن الاختلاف هذا أنه هل هذا الرجل كان مسلما كما تقوله الشيعة، أم أنه كان مجوسيا كما يقوله بعض أهل الخلاف، أم أنه كان نصرانيا كما يقوله أيضا بعض أهل الخلاف كالصنعاني مثلا. الصنعاني في مصنفه علامة ببالي يذكر أن هذا الرجل كان نصرانيا ولم يكن لا مجوسيا ولا مسلما. فالخلاف هو في هذه النقطة. أما أنه ما الدليل على أن الرجل كان مسلما وأنه كان من شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم، فهذا راجع إلى الروايات المروية عن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، وهذه تجدها في مصادرنا. يعني بإمكانك أن ترجع إلى مستدرك الوسائل، بإمكانك أن ترجع إلى بحار الأنوار، بإمكانك أن ترجع إلى الهداية الكبرى للخصيبي أو الحضيني على لفظ آخر. فهؤلاء تجد أنه في هذه المصادر تجد روايات تتحدث عن أن الأئمة عليهم السلام ترحموا على أبي لؤلؤ، وهذا كاشف عن كونه مسلما وأنه شيعي، وإلا لما ترحموا عليه. بل إنه تجد رواية مثلا عن أمير المؤمنين عليه السلام فيها يخاطب عمر قائلا له إنه سيقتلك، مضمون الرواية رجل يدخل الجنة بذلك رغما عنك أو رغما عن أنفك. وأول الرواية هكذا تقريبا، من علمك الجهالة يا مغرور، مضمون الرواية ارجعوا إليها في الهداية الكبرى. ومسألة أنه لم يكن من أهل إيران آنذاك يعني شيعة، هذا صحيح، ولكن في إيران في بلاد فارس لا في المدينة. أبو لؤلؤ كان في المدينة، كان غلاما للمغيرة بن شعبة لعنه الله، كان في المدينة، كما أنه سلمان عليه الرضوان كان في المدينة كذلك، وهؤلاء فرس ووالوا النبي الأعظم وأهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة والسلام في المدينة المنورة. بعدما قام أبو لؤلؤ بالاقتصاص من عمر، انتقل بحيثية إعجازية عبر أمير المؤمنين عليه السلام إلى إيران، واستقر في كاشان إلى أن عاش عمرا إلى أن مات رضوان الله تعالى عليه. فالقضية بهذا الشكل. أحسنت سماحة الشيخ. عندنا الأخ عبد الله من البحرين كان عنده اقتراح بالبداية وعنده سؤال. السؤال يقول: ما معنى الفتنة وكيف تحدث؟ يعني الفتنة مشترك لفظي لأكثر من معنى. من تلك المعاني الفتنة بمعنى الابتلاء، من تلك المعاني الفتنة بمعنى الاختبار. مثلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون. وهنالك الفتنة بمعنى أنه وقوع الفوضى التي تستلزم وقوع شيء من الهرج والمرج والشجار والمقاتلة والعراك وما إلى هنالك. هذه أيضا إحدى معاني الفتنة. متى تقع؟ أما الأمران الأولان فمعلوم إنه من الله تبارك وتعالى، أما الثالث فله عوامل. من بين تلك العوامل التعصب، أن يتعصب مثلا الرجل لقومه أو لعشيرته أو ما أشبه، ويتعصب آخر لقومه وعشيرته فتقع فتنة مثلا، كما كان مثلا بين الأوس والخزرج مثلا. من بين تلك العوامل إلقاء الشيطان، الشيطان يتدخل لإيقاع الفتنة، سواء بين المؤمنين أنفسهم أو بين المؤمنين وبين
غيرهم، يحاول دائما أن يربك الوضع الإنساني حتى تنشأ الحروب وتنشأ النزاعات وما إلى هنالك. من بين تلك العوامل، بل هي أهمها في الواقع، الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى، الإعراض عن آل الله وهم آل محمد صلوات الله عليه، الإعراض عن المنهج الذي رسمه الله تبارك وتعالى لنا. حين يعرض البشر عن هذا المنهج فإنه تقع هذه الفتنة التي هي بمعنى النزاعات والاضطرابات. فالعوامل كثيرة، وهذه تقريبا أبرزها. نعم، أحسنت سمحت الشيخ. الأخ عبد الزهرة من الكويت عنده أسئلة. أول سؤال كان اختلاف الفقهاء بالأعلمية، فما هي الأعلمية وكيف نحددها؟ طبعا هذا السؤال احنا جاوبين عليه من قبل، بس سأل الأخو ولا بأس من الإجابة. الأعلمية هي الأقدرية على استنباط الحكم الشرعي، أن يكون المجتهد أقدر وأكفأ وأجود في الاستنباط، وهذا يقتضي منه أن يكون الأكثر علما، بمعنى الأكثر سعة في الاطلاع والمعرفة وما إلى هنالك، والأكثر خبروية في التعامل مع مفاهيم الكتاب والسنة والآثار، والحاصل أن يكون كما قال الفقهاء، الحاصل أن يكون الأجود استنباطا، هذا يسمى الأعلم. وأما تحديدها فلا يمكن للعامي الذي لم يراهق الاجتهاد أو لم يكن قادرا على التمييز بسبب يعني اكتسابه للعلوم التي تؤهله لمثل هذا التمييز، هذا لا يمكنه أنه يشخص من هو الأعلم، ولذلك يرجع في ذلك إلى من يطلق عليهم أهل الخبرة، أولئك الذين هم إما مجتهدون وإما لا أقل من أنهم راهقوا الاجتهاد، بمعنى أنه صار عندهم قدر يتمكنوا من العلم من الخبرة، بحيث يتمكنوا من أن يرجحوا أنه فلان أعلم من فلان. وسؤال الأخ إنما يريد أنه يقول كيف نحدد الأعلمية، على ما فهمت أنا منه، والحال أنه كل يدعي الأعلمية ولكل أهل خبرة يشهدون له بالأعلمية. أجبنا سابقا بأن المسار الفقهي هكذا يكون، إنجاز التعبير، أنه أولا عليك أن تبحث عن الأعلم الذي تقطع بعلميته، فإن لم تصل إلى مرحلة القطع بأعلميته، أي إلى مرحلة اليقين بأعلميته، فلك أن تبحث عمن تظن فيه الأعلمية، يكون عندك ظن بالأعلمية، أي أن هذا الاحتمال الراجح، الراجح أن هذا فلان أعلم من فلان، هذا يسمى ظن. إذا لم تستطع أيضا أن تصل إلى الظن في تحديد المرجع، بمعنى أنه تساوى مثلا مرجعان في نظرك في الأعلمية، تساقطت الشهادات، مثلا كان لهذا 10 يشهدون بالأعلمية وأنت مدرك أنهم من أهل الخبرة، وذاك الثاني أيضا له 10 يشهدون بالأعلمية وأنت تدرك ذلك، ترى فيهم أنهم من أهل الخبرة حقا، فهذه الشهادات تساقط تلك، فصار عندك نوع من التساوي، أنه هذا يساوي ذاك في الأعلمية، ولكن تبحث عن المحتمل فيهم أن يكون أعلم. أيضا محتمل الأعلمية في حال فقدان مقطوع الأعلمية ومظنون الأعلمية، محتمل الأعلمية يكفي في التقليد، ولذلك نقول أنه مسألة
تحديد الأعلم لتقليده ليست في الواقع مسألة تلازم العسرة كما قد يتوهمه بعض الناس، أنه أصبح أمرا عسيرا علينا أنه نشخص من هو الأعلم. إنما عليك أن تبحث هكذا، صار قاطع نور على نور، ما صار قاطع خذ بالظن، ما صار ظن خذ حتى ولو بالمحتمل الذي تطمئن أنت أو عندك ميلان إلى أنه هذا إن شاء الله يكون هو الأعلم. أما إذا سألتنا أنه من هو الأعلم في نظرنا، فقد قلنا كرارا ومرارا هو سماحة آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي حفظه الله تعالى. أحسنت سماحة الشيخ. السؤال الثاني يسأل عن فكرة المجدد الشيرازي وهي مبدأ اللا عنف في الإسلام، وما يترتب عليه من إلقاء تقريبا 50 رواية تذكر عند خروج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بأن يستخدم السيف في عند خروجه، فهل هناك تناقض أو إشكال في هذه الفكرة مع روايات خروج الإمام المهدي؟ يعني كل من يطالع كتب المجدد الثاني رضوان الله تعالى عليه وعلى الله درجاته يفهم أنه لا يسمي الحرب الدفاعية عنفا، وإلا لكان نبي الأعظم صلى الله عليه وآله الذي جرت بينه وبين المشركين والمناوئين للإسلام عشرات الحروب ما بين غزوة وحرب ومعركة وسرية، لكان النبي صلى الله عليه وآله يسمى عنيفا والعياذ بالله وعاملا بالعنف. لا، ليس الأمر هكذا، لأن كل تلك الحروب كانت في الواقع حروبا دفاعية، إما أنه يبدأ العدو بالهجوم وإما أن يكون محضرا لهجوم فيستبق النبي صلى الله عليه وآله بما يسمى الحرب الاستباقية، والحرب الاستباقية حرب دفاعية حتى في عرف أهل عالمنا المعاصر. فإذا ما يكون فيه دفاع لا يكون عنفا، وإمامنا صاحب الزمان الموعود صلوات الله وسلامه عليه إنما يسير بسيرة جده صلى الله عليه وآله، وكل تلك الروايات التي تتحدث عن خروجه بالسيف هي كتلك الأخبارات التي وردت في الكتب المقدسة السالفة أن هنالك نبي سيظهر في جزيرة العرب وسيخرج بالسيف. ليس معنى ذلك أن النبي هو يبدأ بالقتال، لم يبدأ نبينا بالقتال صلى الله عليه وآله، كذلك ولينا وإمامنا عليه الصلاة والسلام حفيد محمد صلى الله عليه وآله حينما يظهر لن يبدأ القوم بالقتال، كل ما هنالك أن الإمام المهدي عليه السلام يأتي يعلن نفسه، يعلن عن نفسه أنه المهدي من آل محمد ويطلب من الأمة أن تبايعه، يعلن ذلك بين الركن والمقام، والذي يحصل أن السلطات الحاكمة في بلادنا تعلن عليه الحرب، فيضطر حين ذاك إلى أن يجابه تلك السلطات بالحرب كذلك دفعا عن نفسه وعن جماعة المؤمنين ولتمكين وللتمكن من إقامة دولة الله العادلة على الأرض. هذا فحسب، فلا تناقض هنا ولا مخالفة لمبدأ اللا عنف. على أنه ينبغي التنبيه كذلك على مسألة، أنه بعض من تلك الروايات التي تبالغ، هذه مسألة جدا مهمة، التي تبالغ في تصوير الحركة المهدوية بأنها حركة دموية، مثلا رواية التي إحدى الروايات موجودة أنه يبقر بطون الحبالة أو الحبالة، يعني بطون الحوامل مثلا، هذه الروايات يعني واضح أنها مردودة وليست بمقبولة، وإذا تتبعنا أسنادها مثلا كما نبه عليه سيدنا المرجع دام ظله
نجد فيها الوضاعين والمناوئين لأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نبه على ذلك سيدنا المرجع في إحدى بحوث الخارج على ما ببالي، وطبع ذلك، يعني قرر ما أفاده دام ظله، وطبع ذلك في كتب أو في كراسات وانتشر، وصارت عليه للعلم ردود في الحوزة العلمية في قمة المقدسة. وقرأت أنا تلك الردود، وقرأت كذلك رد مكتب سماحته على تلك الردود، إلى أن استقر الأمر، ونتيجة الكل أذعن بصحة وجهة نظر سماحة السيد المرجع في هذه المسألة. هذه الروايات واضح أنها يعني لا تنسجم أصلا مع سيرة الرحمة النبوية والمعصومية التي تحلى بها أئمة أهل البيت صلوات الله عليه. فعلينا أن نلاحظ كذلك أنه بعض هذه الروايات روايات مردودة وساقطة عن الاعتبار، وإنما نلاحظ أنه الروايات الأخرى التي تشير إلى خروجه بالسيف وإلى مقاتلته لجيوش وما أشبه، هذه كلها حروبه على ما كانت عليه حروب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكلها كانت حروبا دفاعية لا هجومية. أحسن سماحة الشيخ، سؤال الأخير عن ظاهرة انتشرت وهي ظاهرة التبيان يستغلها الإخوان لاستنباط الأحكام، فما رأيكم بهذه الظاهرة التي انتشرت بين الشباب في الكويت؟ التبيان؟ نعم، على ما سجلته، على ما سمعته أنا أتوقع. يعني لم أسمع أنا حقيقة بهذه الظاهرة، ولا أعلم ما فحواها، يعني ما هي ظاهرة التبيان؟ إذا ممكن يشرح لنا حتى نعلق على ذلك. أحسنت سمعت شيخ. الأخ محمد جواد من إيران يقول أن هناك عقيدة عند البكرية في بيعة الرضوان بأن الله جل وعلا رضي عن الصحابة أجمعهم، فهل الذين خرجوا على أمير المؤمنين سلام الله عليه في حرب النهروان كان هناك بعضهم من بايع في هذه البيعة؟ ويقول إذا تقدر أن تسمي لنا أساميهم، وهل تدل هذه على بطلان العقيدة البكرية إذا هناك من أهل البيعة وخرجوا على إمام زمانهم؟ يعني الآن لا تحضرني أسماء من خرجوا على علي عليه الصلاة والسلام وكانوا من أهل بيعة الشجرة، فليلاحظ هو في ترجمة ذي الثدية ربما يكون أحدا من هؤلاء. ولكن كان كلامنا قبل ليال يدور حول هذه الآية، وله أن يتلقى منا هذا الإشكال ويقسم به ظهر المخالفين، لأن ذكرنا أنه كان من أهل بيعة الشجرة كما ذكرت مصادر وكتب أهل الخلاف، كان من الذين بايعوا تحت الشجرة النبي صلى الله عليه وآله المنافق عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، وكان من جملة الذين بايعوا تحت الشجرة عبد الرحمن بن عديس البلوي قاتل عثمان بن عفان، أحد الذين خرجوا على عثمان بن عفان. وكذلك كان من أصحاب بيعة الشجرة عمرو بن الحمق الخزاعي عليه الرضوان، وهو أيضا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين ثاروا على عثمان وطعنه 9 طعنات، 9 طعنات بالخنجر طعن عثمان كما ذكرت كل كتب التاريخ والسير. فهل يقولون بأنه كل من بايع تحت الشجرة الله ضمن له الجنة وأعطاه رضوانا إلهيا يبقى إلى أبد الآبدين، حتى وإن بدل وإن نافق وإن أحدث وإن قتل؟
لا يمكنهم أن يقولوا ذلك، لأنهم عليهم إذن من الآن أن يحكموا بأن عبد الله بن أبي بن سلول هو من أهل الجنة. عليهم أن ينقضوا هذا الذي اتفق عليه أهل الإسلام جميعا، أن ابن سلول هذا من أهل النار وهو منافق. فكيف وقد كان مبايعا تحت الشجرة، كان من أهل بيعة الرضوان؟ كذلك ماذا يصنعون مع هذا التناقض؟ أنه هؤلاء الذين يقولون هؤلاء الذين قتلوا عثمان هؤلاء من أهل النار، هؤلاء مجرمون، قتلوا الخليفة العادل وكانوا مجموعة من الرافضة والأوباش. طيب، كان منهم عبد الرحمن بن عديس البلوي، كان منهم عمرو بن الحمق الخزاعي، صحابيان على تعبيرهم من أهل بيعة الشجرة، فماذا يصنعون بهذا التناقض؟ الدين البكري أيها الإخوة مليء بالتناقضات، أصلا دين التناقض، وتلك كما بينا أمارة على أن هذا الدين دين أرضي. الأديان الأرضية التي اخترعها أهل الأرض مليئة بالتناقض، الأديان السماوية لا تجد فيها تناقضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه هي القاعدة، فلذلك لا يمكن أن يجيبوا على هذا الإشكال. يلفون يدورون يشككون، مثلا يقولون لا، عبد الله بن أبي بن سلول ما كان من أهل بيعة الشجرة مثلا، ونحن أثبتنا بالدلائل بالمصادر كما هم ذكروا بالمصادر الصحيحة أنه كان بالفعل من أهل بيعة الشجرة، وكان حاضر في ذلك الموقف وبايع، وكان له موقف. يشككون مثلا أنه عمرو بن الحمق الخزاعي ما قتل عثمان، أنه عبد الرحمن بن عديس البلوي ما قتل عثمان. يلفون ويدورون، ولكن تجد أيضا الحقيقة ناصعة الوضوح، يعني مشرقة وواضحة كالشمس في رابعة النهار، واضحة جدا، تجدها أيضا في الكتب، في كتب التاريخ كلها أطبقت على ذكر هذين الرجلين من جملة قتلة الطاغية عثمان بن عفان. فليأخذ إذن هذا الإشكال وليلقيه إليهم حتى ينسف ما يزعمونه من أنه كل أهل بيعة الشجرة هم في الجنة، وأنهم جميعا مشهود لهم بالرضوان الإلهي الأبدي، ويريدون بذلك أن يحتجوا به علينا، أنه كيف أنتم تقولون أبو بكر وعمر عثمان في النار وهؤلاء قد بايعوا النبي في الشجرة تحت الشجرة. ثم أساسا الآية ماذا تقول؟ تقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. فإذا فقط المؤمنين من أهل بيعة الشجرة هؤلاء الله رضي عنهم، مؤمنين يعني مثل مقداد مثلا، مثل سلمان، مثل عمار، مثل أبي ذار، مثلا افرض خالد بن سعيد بن العاص، جابر بن عبد الله الأنصاري، أمثال هؤلاء من المؤمنين، مو المنافقين مثل ابن سلول أو أبي بكر أو عمر أو عثمان. هؤلاء الله عز وجل عزلهم عن الرضا. ثم على فرض حتى هؤلاء الذين هم كانوا مؤمنين، لا يمتنع أنهم فيما بعد ينافقون، والعبرة بالخواتيم، العبرة بخواتيم الأعمال، أنه المهم آخر شيء ماذا يختم حياته. أولئك الذين حبطت أعمالهم فيحبط عمله. الزبير كان مؤمنا كما سبق وتحدثنا، ولكنه بعد ذلك في نهاية الأمر، في نهاية المطاف، بدل وخان فمات، وإلى جهنم وبئس المصير. فعلينا أن نكون يعني نحكم العقل أيها الإخوة، القضية مو بالعواطف. ترى شوفوا، إحنا مشكلتنا مع أهل الخلاف قضية العاطفة، هم يجعلون العاطفة حاكمة على الأمور، يعني يريدون هكذا بسبب عاطفتهم عن هذا المجتمع الخيالي الملائكي، يعني كأنه مجتمع من الملائكة، الصحابة والصحابة والصحابة والصحابة، كأنهم ما كانوا بشر، كأنهم كانوا مثلا ملائكة بالفعل، يعني حقيقة يرفعونهم عن مرتبة البشرية إلى مرتبة خيالية كأنهم ملائكة هؤلاء، وأنه يعني في قمة الإيمان والتقوى وإلى آخره، ولا يصدر منهم شيء يعني يخالف العدالة، عدالة الصحابة جميعا. هذا ما نحن نقف ضده، نحن نقول كلا أيها الأخوة، مجتمع الصحابة مثل مجتمعنا الآن، فيهم الصالح فيهم الطالح، فيهم المؤمن وفيهم المنافق، فيه من هو من أهل الدين، فيه من هم من أهل الدنيا،
علينا أن نلاحظ هذول بشر مثلنا، مثلنا بشر موجودين. فنأخذ واحد 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 واحد، نأخذ ندرس تاريخه، ندرس سيرته، نشوف هل هذا الرجل كان مؤمنا، علامات الإيمان موجودة أم لا، أم كان منافقا، بدل، خان، غير. علينا أن ننظر في مثل هذه الأمور، يكون منهاجنا منهاجا علميا لا منهاجا عاطفيا. نحن مثلا منهاجنا منهاج علمي واضح، أبو بكر بالنسبة إلينا أكثر من نبغضه من ذلك المجتمع، مجتمع من يسمونه الصحابة أكثر واحد نبغضه، ولكننا في نفس الوقت نحب ابنه، ما عندنا مشكلة مع ابنه. لماذا؟ لأن ابنه محمد بن أبي بكر وجدناه رجلا صالحا، فلا يجعلنا بغضنا لأبيه سببا لكي نظلم هذا الرجل الصالح، لا، نتولاه ونترحم عليه ونترضى عليه. خالد بن الوليد أبوه من أكثر من نبغض، الوليد بن المغيرة أحد أعداء الرسول صلى الله عليه وآله الذين آذوه في مكة لعنة الله عليه، من كبار المشركين. خالد بن الوليد هم طلع بعدين منافق، هم أبغضنا، كرهنا خالد بن الوليد. زين، صار عنده ولدان، عنده ولدان خالد بن الوليد، واحد اسمه المهاجر، واحد اسمه عبد الرحمن. عبد الرحمن نبغضه، نكرهه، نلعنه، لأنه مشى على سيرة أبيه وجده، صار منافقا، صار مبغضا لأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولذلك حارب مع معاوية في يوم صفين. أما المهاجر فنحبه ونترحم عليه ونتولاه، مع أنه ابن خالد ابن الوليد. لماذا؟ لأننا وجدنا هذا المهاجر رجلا صالحا، والى الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وحارب معه في الجمل وفي صفين. المعيار عندنا هذا. بنو أمية أكثر قبيلة نكرهها ونلعنها، أكثر قبيلة، لأنهم أجرموا الكثير، كانوا على مر التاريخ أعداء للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولأهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، وقتلوا قرة عين الرسول وصبطه سيد الشهداء صلوات الله عليه. ولكن مع ذلك هنالك رجال من بني أمية نضعهم على رؤوسنا، نحترمهم، رجال مؤمنين، حقا مؤمنين. خالد بن سعيد بن العاص هذا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، من بني أمية لكن نحترمه. ليش؟ لأنه كان له موقف بطولي، لما تولى أبو بكر السلطة غصبا بذلك الانقلاب الذي وقع في سقيفة بني ساعدة، خالد بن سعيد بن العاص كان من جملة الذين جاءوا إليه في المسجد النبوي الشريف لما اعتلى أبو بكر المنبر، قال له انزل، هذا مو مقامك، هذا مقام علي بن أبي طالب، وله خطبة طويلة مذكورة في كتب التاريخ. كان له موقف مبدئي. أخواه خالد بن سعيد بن العاص، عنده أخ اسمه عمرو وأخ آخر اسمه أبان على ما ببالي، هؤلاء جميعا أبناء سعيد بن العاص، هؤلاء جميعا نتولاهم نحترمهم، لهم مواقف شريفة، كانوا على الحق، مؤمنين صادقين، ما خانوا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ما خانوا وصيته في أهل بيته. كذلك من سلالة بني أمية، واحد من سلالة بني أمية، واحد اسمه سعد، أظن سعد بن عبد الملك، الذي هو مشهور عندنا بسعد الخير. ليش نسميه سعد الخير؟ لأنه كان بالفعل خيرا من الشجرة الملعونة في القرآن، ولكنه كان خيرا وصار من أصحاب الإمام الباقر صلوات الله عليه، ورجل خير ومات على الإيمان والتقوى والعمل الصالح، فنحترمه ونجله. والعكس بالعكس، يعني أكثر من نحب نحن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لكن لا يجعلنا ذلك نغمض العين عمن انحرف من أبنائهم وذريتهم. ابن الإمام الصادق، واحد اسمه عبد الله اللي هو ولده الأكبر، مبغوض عندنا، نلعنه أصلا. الإمام الصادق ماذا يسمى؟ أبو عبد الله، كنيته ماذا؟ أبو عبد الله. هذا عبد الله مذموم، ما نحترمه ولا نجله،
بل نبغضه لأنه حاد عن الحق. أفراد آخرون من أبناء الأئمة جعفر الكذاب وغيره من أبناء سلالة الإمام الحسن عليه السلام كان كثيرون منهم كانوا منحرفين. الأئمة هكذا علمونا أنه مضمون الحديث الشريف أنه من لم يكن على الحق ابرأوا منه وإن كان محمديا علويا فاطميا. هذه أم رسالة لكل شيعي على الأرض الآن، أنه مو أي واحد، يعني مثلا تشوف خامنئي يقول لك هذا ابن رسول الله وهذا سيد وجليل وإلى آخره، فيجب علينا أن نتولاه، نغمض العين عن جرائمه وسفكه للدماء، لا، نبرأ منه وإن كان محمديا علويا فاطميا. منهاج علمي بعيد عن العواطف في مثل هذه الأمور. العلم فقط يحكم، الموازين الشرعية فقط تحكم في الولاية والبراءة أو التولي والتبر. ناخذ اتصال من الأخ محمد من العراق. السلام عليكم. انقطع لأن الإخوان منتظرين من مدة على الهاتف، لذلك إخوان انقطع الاتصال من الأخ محمد. نعم، ناخذ سؤال بالبداية. أخوان ممكن ننتظر حتى تحولون الخط، أو ناخذ سؤال الأخ أبو حسن من الجزائر. يلا أوكي، مو مشكلة. منو اللي راح تحولونه؟ محمد من العراق. السلام عليكم أخ محمد. محمد موجود؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياك الله. كيف حالكم شيخنا؟ حياك الله. شوية في تأخير بينك وبين سماحة الشيخ، فممكن توجه سؤالك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله شيخنا. الله يحييك إن شاء الله. تفضل شيخنا. السؤال عفوا بالنسبة لعائشة لعنة الله عليها. نعم. ماذا صنعت عند وفاة أمير المؤمنين عليه السلام؟ هل أظهرت الحزن أم أظهرت الفرح أم ماذا صنعت؟ جزاكم الله خير. أحسنت، بارك الله فيك. إن شاء الله نحول سؤالك حق سماحة الشيخ عن عائشة. ناخذ اتصال من حسن من الكويت. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. الأخ حسن من الكويت، السلام عليكم. الكويت. السلام عليكم أخ حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمحت خليك معي على الهاتف اخوي حسن. ما عليه انا على سكرت صوت التليفون. ان شاء الله حياك الله. نسلم على شيخنا الحبيب. السلام عليكم. الله يعطيكم الصحه والعافيه وان شاء الله الله يوفقكم. سيدنا انا بنفس شيخنا انا بنفس الموضوع، ترى ما اتكلم عن الساده مشكله الشيعة. احنا لما مثل السنه يقولون صحابه الشيعة بعد نفس الشيء، ترى هذا السيد لا تتكلم عليه، هذا السيد لا تتكلم عليه. كل واحد تشوف بعض السادة متزوجين سنتين وثلاثة وأربعة وزين ويوصلون الشيء هذا للناس الغير مستحقين. فأنا دائما أشرح للوالدة والوالد الله يرحمه وإخواني، أقول لهم ترى هذا المرجع وذاك المرجع، يعني حتى اللي ذكرته هذا أنا ما أقبل فيه. ترى هذا واحد. رقم اثنين، بالنسبة للناس اللي عايشين في دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات، يا أخي هذول الشيعة الناس المستضعفين سواء الجهلة أو الناس اللي عايشين، هذول شو يسوون؟ يعني مستلمين جنازة هالدول هاي وهم في الأصل موجودين يعني، لكن يعانون معاناة شديدة. يعني أنت توقع في قطر، في واحد 45 سنة كان في قطر سفروا عشان شيعي يروح مسجد الإمام الصادق اللي موجود عند المطار. في الامارات يا اخي تصدق الشيعي ما يوصل لمنصب يعني الوزير مثل الكويت. مثلا في الكويت يوصل لمنصب وزير، الكويت آل صباح الله يحفظهم يعني لو سمحت اخ حسن بدون لو سمحت اي لو سمحت السؤال الله يخليك على طول لا تقول يا آل صباح يعني يعني الشيعي في الدول هذه شو يسوي يعني شو يسوي انه يعيش يحافظ على رزقه ويعني يعاملونه معاملة كأنه مواطن من الدرجة العاشرة.
خاصة في الإمارات بعد. أنا يعني في ناس عندي بعد ناس يصروا لي يعني وايد يعانون، يعني عيالهم راح 100% يتسننون، يعني ثقافتهم أن يتسنين الشيعة. يعني المساجد تشوف فيها تحريات مباحث، تشوف داخل حسينيات نفس الشيء. يعني الشيعة اللي كانوا من قبل هذي الناس يعني ممكن عايشين، لكن اللي بعدين إجوا يعني عانون معاناة شديدة، فما نعرف يعني حتى عيالهم الحين ما يعرفون شيء عن التشيع. يعني شنو الحل الحين؟ يتركون بلدانهم يروحون مكان ثاني؟ هذا السؤال الشيخ يعني. نعم إن شاء الله. يعني النبي يعني هاي المعلومة يعني غايبة على كل الناس. يعني فعلا هاي ثلاث دول، السعودية وقطر والإمارات خاصة أبوظبي، يعني مأساة. يعني الناس ما يعرفون يروحون المسجد والحسينية إلا تحت المراقبة الشديدة يعني. ان شاء الله. شو يسوون؟ شو الحل وياهم يعني؟ ان شاء الله. واحد يخاف على عيال عياله. احسن. اما احنا في الكويت الحمد لله مرتاحين. وصلت الفكره، وصلت الفكره اخ حسن. مشكور مشكور. ومثل ما قلت يعني بالنسبه للشيخ، بالنسبه للشيخ الله يحفظه، لان فعلا هذا الانسان سوى ثوره في العالم الشيعي بالجهل لبعض الشيعه او طائفة على قولتهم طائفة العمرية البكرية. والسلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله اخ حسن. ناخذ سمير من المغرب. شوف الوقت. اوكي. اي اتصال الاخ سمير من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم اخ سمير، تسمعني؟ وعليكم السلام اخ عبد الله، ده سمير مره ثانيه. هلا حياك الله حبيبي. حياك الله. اريد ان انبه لهذا المسلسل المشؤوم، مسلسل الحسن الحسين الذي تبثه الوهابية على قنواتها. واريد ان احذر يعني المؤمنين من انه يتضمن اكاذيب يعني مهوله جدا، بحيث انه في حلقه ليله الامس يعني قالوا كذبة على لسان معاوية، يعني ما قالها أحد من الأولين والآخرين من السيار والمحدثين، بحيث أنهم أنطقوا على لسان معاوية أنه قال أنه أن سيدنا الحسن عليه السلام أنه خيره لكي يعيد له الخلافة من بعد، فرفض الإمام الحسن، بينما أن هي شروط الهدنة والمصالحة التي كانت بينهما تنص صراحة على أن الأمر يعود مباشرة إلى الإمام الحسن بعد وفاة الملعون معاوية. يعني قشعر بدني من هذه الكذبة، مع أنه جميع الكتب من مصادر السنة والجماعة لم يذكر أحد هذا أبدا، حتى الملعون. انقطع الاتصال من الأخ سمير من المغرب. سماحة الشيخ أبو حسن، كان عندنا الأخ أبو حسن جزاه الله خير دائما يتصل ويشارك في البرنامج، يسأل عن رواية تقول لم يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة. يقول هذه الرواية كانت قبل واقعة الجمل أم بعد واقعة الجمل؟ إذا كانت بعد واقعة الجمل فهي نوعا من مجاملة أو كذب لأبي هريرة ليجامل أمير المؤمنين بعد انتصاره على عائشة وجندها في معركة الجمل، فيريد أن مدى صحة هذه الرواية، يريد أن يعرف. هذه الرواية رواها أهل الخلاف عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كاد أن يلتحق بعائشة، ولكنه بعدما ذهب إلى طلحة والزبير بعدما وصلا البصرة مع الجيش وظن أن الأمر أمرهما، وجد أن الآمرة الناهية هي عائشة، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله أنه لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة، فعلى هذا يكون الحديث صادرا قبل موقعة الجمل، وهو من جملة التحذيرات النبوية الشريفة عن للمسلمين من أن ينخدعوا بعائشة، تماما كذلك الحديث الذي فيه أنه تنبحك أو تنبحها كلاب الحواف.
الشيخ في محمد بن العراق يقول: ماذا فعلت عائشة بعد استشهاد أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ هل فرحت أم أثارت الحزن؟ فرحت وقالت شعرا: فإن يك نائيا فلقد نعاه غلام ليس في فيه التراب. هذا مدحا لي يعني عبد الرحمن بن ملجم ومن جاء مبشرا إياها بشهادة علي صلوات الله عليه. وقالت أيضا، تمثلت بهذا البيت الشعر هذا، أنه فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. لما تتمثل بهذا البيت تعني بذلك أنه نبأ مقتل علي هو قرة عيني، قرت عيني لما أنا سمعت هذا الكلام. وتذكر التواريخ أن زينب بنت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله كانت حاضرة عند عائشة حين ذاك، فقالت لها: ألعلي تقولين هذا؟ ألعلي هكذا تقولين قرت عيني أنا لما سمعت أنه قد قتل؟ فقالت: إني نسيت، فإذا نسيت فذكروني، يعني أنا نسيت أنه هذا ما يجوز أقول هذا الكلام. وثم سجدت لله شكرا على أن علي عليه الصلاة والسلام قتل، وكان لها أحد غلمانها، أحد صبيانها يعني اللي يعملون على خدمتها، و يعني الأمور المعروفة في الليالي. فهذا الرجل أطلقته، يعني قالت له: اذهب فأنت حر، ولكن اسمك من الآن عبد الرحمن، تيمنا بعبد الرحمن بن ملجم. أتيمن بهذا الرجل العظيم الذي قتل علي صلوات الله عليه. فنعم، لقد أبدت الفرح والسرور في ذلك اليوم، ولم يكن هذا اليوم الوحيد الذي أبدت فيه فرحا وسرورا، وإنما تذكر المصادر كذلك أنها لما بلغها شهادة الزهراء عليها الصلاة والسلام أيضا أبدت سرورا، وأظهرت كآبة وأبطنت شماتة، وبلغ علي عليه السلام كلام منها يدل على السرور. هذا ذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج، مع أنه رجل مخالف وممن يتولى عائشة. أنت بارك الله فيك. عندنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم. تفضل. الله يساعدكم. الله يخليك. رمضان كريم. الله يخليك علينا وعليك. من معاي لو سمحت؟ نظرة سؤال من فضيلة الشيخ ياسر الحديث. أني من الأهواز من الجيران. نعم، حياك الله. تسأل الشيخ: لماذا يهين قائدنا السيد الخامنئي وهو قائد أمة الإسلام في إيران؟ لماذا يهين هذا الرجل العظيم المرجع الديني لأنه سيد؟ هل عنده دليل خاص؟ شكرا. أحسنت. ناخذ آخر اتصال من الأخ أبو سجاد من السويد. السلام عليكم. ندعيكم الدعاء. حياك الله، تفضل أبو سجاد. الله يحفظكم إن شاء الله، رحمة الله على والديكم. شيخنا سؤال، الله يحفظك. الجمل اللي كانت راكبتها عائشة في معركة الجمل، هل هو جمل يعني على شكل حيوان أم جمل متلبس في إبليس؟ نعم. أحسنتم. نعم. إن شاء الله. إخواننا نبدأ نجاوب على الأسئلة. نجاوب، خلنا إذا تقدرون تحولون على السريع، لأن باقي تقريبا ربع ساعة. خلنا ناخذ بس هالاتصال وبعدين نجاوب على الأسئلة. السلام عليكم.
السلام عليكم عقيل، تفضل. نعم احب اعظم الله اجوركم، رمضان كريم ان شاء الله. اجرنا واجرك ان شاء الله، تقبل الله اعمالكم. حبيبي الله يخليك، انا احب اسال الشيخ على مود ايتين في القران الكريم. نعم. السوره الاولى سوره صاد الايه نعم تفضل. نعم وياك انا حبيبي. الآية 33. نعم. كيف تقرأ بالضبط؟ تقرأ بالضبط إن شاء الله. ان شاء الله اخلي سماحة الشيخ اذا عنده قريب عنده قران يقرا لك اياه ان شاء الله. سورة قاف الله يخليك بعض. سورة شنو؟ قاف. سورة قاف. نعم سورة قاف الايه لحظة والله الايه تقول يمنون عليك اسلام قل لا تمنوا علي اسلام اسلمكم او علي اسلامكم. نعم يعني ما اقدر الفظها بالضبط. نعم الايه 17. نعم 17 ان شاء الله نحولها ان شاء الله. الله يخليك. الله يحفظكم. الله يبارك فيك. شكرا حبيبي. رحم الله والديك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالبدايه سماحه الشيخ عندنا سؤال من الاخ حسن من الكويت. يقول ان العايشين في الخليج خاصة اللي في القطيف والحسا ما يعرف في الجزيرة المحمدية ما يعرف في السعودية طبعا وهي الجزيرة المحمدية وقطر والامارات، يقول انهم يعيشون في معاناة شديدة ولا يأخذون مناصب ولا يستطيعون يذهبون للحسينيات والى اخره، فماذا يفعلون؟ هل يتركون دولهم؟ الكلام في هذه المسألة يطول ولكن على نحو الاختصار، الذي نراه ضرورة أن تتوحد جهود جميع النشطاء الحقوقيين الشيعة في منطقة الخليج للمطالبة بربط مصير الشعب الشيعي في الخليج والمطالبة بعد هذا بحق تقرير هذا المصير بتأسيس دولة تمثل الشيعة في الخليج ويستقرون فيها، هذا أمر كفلته الدساتير الأممية وهو حق لنا، كما أنه أتيح مثلا لأهالي جنوب السودان أن يقرروا مصيرهم باعتبار أنهم طائفة خاصة نصرانية تختلف عن الأكثرية المسلمة في السودان وحصلوا نتيجة على دولتهم المستقلة. كذلك نحن طائفة دينية خاصة تختلف عن الطائفة الأخرى الموجودة في الخليج، ومن حقنا أن يكون لنا وطننا في هذا الخليج، سيما أننا في الساحل الشرقي عموما نحن الأكثرية. ولكن المشكلة أن مثل هذا الطرح يصطدم بجدار من التخلف والجبن لدى القيادات الشيعية الموجودة حاليا، تعتبر أن هذه دعوة طائفية أو دعوة طائفية لتأسيس وطن طائفي وما إلى هنالك من كلمات تبدو يعني في الذهنية العامة تبدو يعني شنيعة، هكذا يشنعون هم الفكرة، ولذلك لن يصلوا إلى شيء وسيبقى وضعنا في الخليج على ما هو، ونبقى نقتل مثلا في البحرين ونبقى تسلب حقوقنا في المنطقة الشرقية، ويبقى الشيعة مضطهدين في قطر وفي الإمارات وفي عمان وحتى في الكويت. يعني هذا الذي جرى لي مثلا، ألم أكن شيعيا في الكويت مثلا
وجرى لغيري وعلى أشياء تافهة بسيطة. قبل فترة وصلوا لي كتاب رسمي، يعني حقيقة شيء مضحك مخجل ومخزي، أنه كتاب رسمي بفصل مدرس من يدرس يعني في إحدى مدارس الكويت، والكتاب الرسمي هكذا يعني مكتوب فيه: بسبب إساءتك للصحابية هند بنت عتبة رضي الله عنها. يعني يفصل الشيعي بسبب إساءته لمن؟ يعني لهند آكلة الأكباد. والآن هم الشيعة بالكويت هم مساكين يعني على وضعهم يعني في الطيبة، طيبة القلب هذه التي لن توصلهم إلى شيء، ولذلك ينخدعون الآن بهذه الفرجة اللي موجودة الآن والتي هي هلامية في الواقع. يعني هاي الفسحة التي أتاحها آل الصباح الآن والحكومة للشيعة لغرض ما، وهو يعني الميزان السياسي اللي موجود، قوة القبائل اللي موجودة الآن، هاي القوة الصاعدة والقوى الأخرى الوهابية والسلفية، تتطلب من الحكومة أنها تتحالف مع فئة ما حتى تقوي وضعها داخل البرلمان وفي مختلف الميزان السياسي في البلد. فالشيعة معتبرين ذلك أنه يعني مجد عظيم الآن، والعصر الذهبي للشيعة في الكويت. على أي حال، الجهل السياسي يظل مع الأسف ملازما لنا، ونظل نضيع حقوقنا ولا نتعلم من الآخرين. يعني نظل إحنا على هذا الوضع فقط، أنه إحنا الوحيدين الذين ندوس على أنفسنا ويداس علينا، مقدساتنا ما زالت مهدومة منتهكة في البقيع مثلا، ولا ليس لنا حق وليس لنا شيء، إنما نعطى فتاتا هكذا يعني على نحو الصدقة من الموائد، موائد الحكام، ثم بعد ذلك نسبح مع الأسف بحمدهم ونعتبر ذلك نصرا مظفرا. فالحل النهائي هو هذا. هذا الحل النهائي فيه تضحيات؟ نعم فيه تضحيات، يوقع إشكالات سياسية واجتماعية، بل صداما سياسيا واجتماعيا، نعم يوقع، ولكن الحل هو هذا. يعني تريدون أن تضحوا وتخلصوا من أن يتحكم بكم الظالمون، وأن تخلصوا من هذه الذلة وكونكم عبيدا وتصبحون سادة تملكون قرار أنفسكم بأنفسكم، عليكم بأن تطالبوا بحق تقرير المصير عن طريق الأمم المتحدة، وتوحدوا كلمتكم. الشعب الشيعي في الخليج يريد وطنا قوميا له، وطنا لنفسه. تعالوا يا أيتها الدول الاستعمارية الكبرى، قسمي المنطقة على هذا الأساس. أنت لما قسمتي هذه المنطقة على اتفاقية ساس-بيكو أهملتينا إحنا، لأنه ما كان عندنا آنذاك مع الأسف أناس يهتمون بالأمة الشيعية وقلبهم على وضع الطائفة في الخليج، فأكلتم حقوقنا وأعطيتم كل شيء للآخرين وتحكموا بنا. الآن لا، تغير الزمن، الآن عندنا قيادات قلبها محروق علينا وتهتم، المفترض أنه تتشكل هكذا قيادات، وأنا لا أرى طبعا إلى الآن قيادات هكذا، خليهم نايمين نايمين. فعلى أي حال، إذا كان الآن نطالب هذه الدول أنه لا تعيد تقسيم المنطقة، يعني كما الآن أعطت وطنا للنصارى في جنوب السودان، تعطينا وطنا كذلك، حقنا هذا. النصارى في جنوب السودان ضحوا الكثير وسفكت دماؤهم وصرفوا الكثير من أجل أن يصلوا إلى هذه المرحلة في هذه السنة بعد 20-25 عام من النضال. أنتم هم تحملوا حتى تخلصون وتفكون أجيالكم المقبلة، شوي يكون عندكم كرامة في الخليج. أما أنه استمرار هكذا بالشكوى والوسائل الدبلوماسية أو التعويل مثلا على نظام إيران مثلا، ما به فائدة، يعني هذا كله لن يوصلكم إلى شيء. كلمة أقولها هكذا في الوادي، وأعلم بأن صداها سيرتد علينا الآن، لأنه ما من مؤشرات مع الأسف أنه يستقبلون، صم بكم عمي فهم لا يفقهون. نعم سماحة الشيخ، هذا هو الحل النهائي. إذا نريد حلا مؤقتا أو حلا حلا ترقيعيا، على عجل أدري الوقت يدركنا، بس لذلك قلت الكلام طويل. حل ترقيعي أنه الكفاءات القوية التي يمكن أن تعمل من أجل الوضع الشيعي في الخليج، هذه الكفاءات تقسم نفسها إلى قسمين: قسم يهاجر إلى الغرب، إلى أمريكا، إلى لندن، إلى أوروبا،
ويؤسس منظمات تدافع عن حقوق الإنسان الشيعي في العالم، شيعة Human Rights Watch كما مثلا أمر سماحة السيد المرجع مؤخرا. والقسم الثاني يبقى في الأرض، يبقى في هذه الدول ويفاوض ويتعامل مع السلطات الفعلية، ويكمل كل من الطرفين الآخر حتى يمكن أن نقتنص أكثر ما يمكن من الفوائد والحقوق. أما أن يهاجر الجميع أو يبقى الجميع، هذا أكبر الأخطاء. علينا من أن نوزع، علينا أن نوزع الأدوار. سمعت الشيخ، هناك أربع دقائق وهناك أربع أسئلة أريد أن أعطيك إياها مرة واحدة وجاوب عليها خلال هذه الأربع دقائق، بس يا ريت سماحة الشيخ جاوبهم عكسي، لأن الأسئلة الأخيرة سهلة يعني بسرعة تقدر تجاوب عليها. عقيل يسأل الصورة صاد الآية 33 كيف تقرأ، وصورة قاف الآية 17 كيف تقرأ. أبو سجاد من السويد، الجمل الذي ركبته عائشة هل هو حيوان جمل أم هو شيطان؟ يعني الآن المصحف ليس بيدي. نعم، نأجل السؤال هذا للحلقة القادمة. أبو سجاد من السويد، الجمل الذي ركبته عائشة هل هو حيوان؟ شيطان في صورة جمل. نعم شيطان. السؤال الأخير سمحت الشيخ في ثلاث دقائق، لماذا تهين السيد، أنا قالك السؤال، لماذا تهين السيد القائد والمرجع مرجع الدين السيد خامنئي؟ هل لديك أدلة؟ لأن أولا نحن إلى يعني في هذه الليلة هذه لم نهنه، يعني ما قلت عنه أنه مثلا سافل حتى يقال أني أهنته، على أن إهانته ليس فيها شيء شرعا، وإنما كل ما قلته أنه سافك للدماء والبينة عندي والدليل عندي، فقط للأخ الكريم أنه يبحث ويفتش أكثر حتى يكتشف تلك الأدلة. وأنا أعجب من أن يكون يعني الرجل يعيش في إيران وفي خصوص الأهواز ولا يدري بالمظالم التي ترتكب هناك باسم الدين مع الأسف، وهذا أكثر ما يؤلم القلب، والأمر مباشر من قبل هذا الطاغية الذي يحكم طهران الآن. نعم سماحة الشيخ، في عندنا سؤال بس ما أعتقد يمدينا نجاوب عليه، أعتقد نأجل الأسئلة إلى الحلقة القادمة لأن في دقيقتين سماحة الشيخ والوقت للبرنامج، فكلمة أخيرة مختصرة للإخوان في هذه الدقيقتين. يعني ما دام انتهى الكلام إلى هنا، نعيد ونجدد أن التشيع يلتزم المبادئ الشرعية في التولي والتبري، ويخضع الجميع جميع الشخصيات إلى مقياس واحد، لا يحابي أحدا في الله تبارك وتعالى وفي الحق. فحتى لو كان خامنئي أو غير خامنئي، ينبغي على الإنسان المؤمن أن لا ينخدع بالمظاهر، أن لا ينخدع بمن يدعي أنه يمثل الدين. عمر أيضا كان يدعي أنه يمثل الدين، عثمان كان هكذا، عائشة كانت هكذا، ونحن إنما تبرأنا من هؤلاء لأننا وجدناهم في الحقيقة يخالفون الدين باسم الدين. هذا المرض لا ينبغي أن يتسلل من الطائفة البكرية إلينا والعياذ بالله. أئمتنا عليهم السلام ربونا على أن نكون منصفين وعلى أن نعمل بهذا المبدأ، فلا نحابي أحدا أيا كان. قال الإمام العسكري الزكي صلوات الله وسلامه عليه: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كله. سنت طيب الله أنفاسك سماحة الشيخ، أعزائي المشاهدين،
ما بقي لي إلا أن أستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.